يواصل معبر رفح البرية فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ذلك بالإضافة لدخول شاحنات الوقود من أجل تشغيل المرافق الحيوية خاصة الصحية داخل القطاع. كما يواصل المعبر استقبال الجرحى والمصابين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية. المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري لمتابعة الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. هذا المجهود المصري الذي لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتجهيز عدد كبير من المساعدات التي تدخل تباعا. دعوني أنقل لكم اليوم الصورة بدءا من بداية التحرك من مدينة العريش ومرورا بمدينة الشيخ زويد حتى وصولا إلى معبر رفح البرية. عدد كبير من الشاحنات المصطفة على جانبي الطريق لا حصر لها، وهذا يؤكد المجهود الكبير الذي أشاد به المسؤولين الأمميين وأيضا تحدثت عنه المؤسسات الدولية المختلفة. وكان آخر ما تحدث عن هذا المجهود المصري الكبير وزير الخارجية التركي خلال لقائه أمس بنظيره المصري السفير سامح شكري، وأشاد بالدور المصري المحوري في إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة، وهذا ما يتجسد من خلال الشاحنات الموجودة التي تدخل تباعا إلى معبر رفح بها عدد من المساعدات الغذائية المختلفة. نتحدث عن أنه بداية من بداية شهر أبريل وحتى أمس 20 أبريل تم دخول 3315 شاحنة مساعدات إنسانية بها عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 105 شاحنة من شاحنات الوقود. هذا بالإضافة إلى أن هيئة الإسعاف المصرية لازالت تستقبل الجرحى والمصابين بعلاجهم وتقديم الخدمة الصحية الأولية داخل المعبر، ثم أيضا الانتقال إلى المستشفيات المصرية المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لهم. إذا مجهودات مصرية كبيرة لا تتوقف على مدار الساعة في دخول شاحنات المساعدات الغذائية والطبية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. كل هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.